جينا من كل المحافظات، انا جاي من الناصري، انا مهندس استلم 500,000، خدمته 10 سنوات، ال 500 شو تكفي؟ يطلع مستشار يوميا، طلع لنا مستشار رئيس الوزراء يقول ما نطبق السلم، الاموال ما تكفي، انت راتبك 6 ملايين، استغني عن راتبك انت واحنا ما نريد السلم لا تطبقه، انتم المستشارين وكل النواب، عفوا رواتبكم، استغني انا واحنا ما نريد السلم، حتى رواتب ما نريد، لان هي رواتبنا ماكو، اللي يستلم 170، اللي يستلم 300، شنو حاسبينها رواتب هاي؟ بغلاء المعيشه، صعدت الدولار على الشعب، اللي طير ربع نص الراتب بصعود كل شيء صعد، والرواتب باقي نفسها، وين صاير هذا الحكي؟ الثورة جاية، أنت تقول ثورة الجياع تحذر الحكومة السابقة، احنا الآن نحذرك يا رئيس الوزراء، نحذرك من ثورة الموظفين وثورة الجياع، راح مناصبكم كلها بخطر. تحياتي لكم. حياك الله، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا وسهلا. هاي الثورة راح تستمر لتعديل سلم الرواتب ولا راح تكون فترة محدودة وتنسحبون؟ إن شاء الله تستمر هاي الثورة، لأن أنت تدري الرواتب ما تكفي 10 بالشهر. نعم. اغلب الموظفين يعني هو شلون راح يعيش؟ القاعد بالايجار اللي عنده عائله كبيره، اللي يستلم ابو الامانه يستلم 300 من ثبته قام يطلب 150. يعني اسال اي واحد يقدر يعيش ب 150 بهذا الوقت الصعب؟ صعد الدولار، نزل الدولار شويه، المواد ما نزلت، بقت يعني بقت نفس الاسعار والراتب نفسه. مع العلم 2008 اكو فقره بسلم الرواتب 2008 تقول كل فترة كل ما زاد التضخم شنو لازم يزيد الراتب.